وأنا بلف في شوارع المدن وأنا بشوف أكثر في مدينة نابلس بشوف الشرطة. امبارح الشرطة هيك أحد واحد من الشرطة يعني خبط بإيده على زجاج سيارة صافي مزدوج، الشوفير في داخل السيارة خبط عليه فانزعج الشوفير، يعني كأنه خبط عليه على زجاجه بطريقة قاسية أو يعني أزعجته للشوفير رغم أنه مخالف، فزعل الشوفير زعل والله يا أبو إبراهيم لو شفت الشوفير كديش زعل. فبعديها ما هنش على الشرطة، رجعوا وقالوا له يا عمي حقك علينا بس انت بس مشي، احنا بدناش نزعجك وبدناش نزعج حدا. الشرطة موجودين في الشارع، الشرطة موجودين صايمين، الشرطة موجودين في الشتاء، الشرطة موجودين بالصيف، الشرطة هذا شغلهم صح، ما حدش بحمل يعني من كلهم مش حملونا جميلة ولا من كلهم ولا احنا يعني من حملهم جميلة، من كلهم هذا شغلهم، لكن شغلهم مميز لأنه مع الناس ومع المواطن وهم الوجه الأول للسلطة الحاكمة وللنظام الحاكم في أي بلد مع المواطن، وبالتالي احنا يعني منحب نشوفهم في كل مكان، يعني منحب نشوف الشرطة في كل مكان، بتشعر في الأمان، بتشعر في الأمان على أولادك، بتشعر في الأمان على أملاكك، بتشعر في الأمان على الحياة بشكل عام. الشرطة يعني أنا بديش أتغزل كتير فيهم، لكن طول عمر الشرطة جهاز محترم والناس بتحب تشوفه. الشرطة كمان بتشتغل على إشي تاني اللي هو مكافحة الجريمة ومكافحة المخدرات ومكافحة السرقات ومكافحة الطوشات ومكافحة يعني الناس اللي بيخترقوا القانون. خلينا نروح للعقيد أمجد فرحته، طلع معنا اليوم وهو صايم، إن شاء الله ما ينشف ريكو. بس صباح الخير العقيد. أسعد الله صباحكم وصباح مستمعيكم الكرام، إن شاء الله رب العالمين كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك، إن شاء الله نصل إلى عيد فطر سعيد إن شاء الله رب العالمين، كل عام وأنتم بخير جميعا. إن شاء الله بنوصل لعيد الفطر وتكون منتهية الحرب وطبعا بنرجع لحياتنا الطبيعية في الضفة وفي غزة، ولأنه الناس تعبوا. يعني هناك نشاط للشرطة دائم في البلد، خلينا ندردش شوي احنا وياك على يعني امبارح شفت انا خبر عن يعني لسه في ناس بتتاجر في المخدرات في هاي الفترة. موسمها استاذ علي. طيب احنا يعني احنا الخبر يقول ما يلي، انه شرطة مكافحة المخدرات في شرطة نابلس خلال 48 ساعة الماضية كثفت من عملها، وبالتالي ألقت القبض على 6 أشخاص في 6 قضايا منفصلة. من الستة، من ضمن الستة أحد الأشخاص وهو متعاطي وليس تاجرا وكان بحوزته سلاح ناري، وآخر كان من مروجين وأصحاب السوابق أيضا ألقت القبض عليه في مناطق مختلفة من محافظة نابلس. يذكر انه يعني شرطة مكافحة المخدرات يعني لا تقوم بالعمل في حقول من الورد، تكون في جني الأشواك التي يضعها هؤلاء التجار وهؤلاء المروجين، وصحيح انه قد تسوي لهم انفسهم ان يعني يكثفوا من نشاطهم التجاري في هذه الأوقات، إلا أن شرطة مكافحة المخدرات كانت لهم في المرصاد وتدعو المواطنين أيضا بالإبلاغ عنهم وتدعوهم أيضا بعدم تعاطي هذه المواد وعدم الانصياع لما تروجه بعض الفئات من هذه المواد، قد تساعد الطلاب على التركيز أو هذه المواد قد تنسي، لا شيء ينسي ولا شيء يساعدت على التركيز سوى التركيز نفسه، وبالتالي احنا نناشد المواطنين جميعا التعاون معنا. انا في ايضا في مره سابقه قبل حوالي اسبوع 10 ايام
روج أن الشرطة تم إطلاق النار عليها أثناء مداهمتها على المناطق الشرقية. يعني عمل يعني عمل خطير يعني ممكن ممكن النار لحماية أحد مروج المخدرات، إلا أن يعني الأجهزة الأمنية كانت مساندة لفريق مكافحة المخدرات سيطرت على الموقف وتم إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في حينه. هؤلاء تجار سموم يعني يروجوا للسموم. يعني لما بتقول تجار سموم يعني المباحث والشرطة بيمسكوا أشياء خطيرة ولا هاي الأشياء اللي بدخنوها على مستوى مرجوانا؟ أم اليوم في تقدم في عند المجرمين هدول اللي عندهم أبيض مثلا ولا الأشياء الغالية؟ الأبيض قليل أصلا، والأبيض قليل في العالم يعني يعني على مستوى العالم قليل. إحنا لأنه المادة هذه أصلا تعتبر يعني مادة مسموحة للاستخدام الشخصي بالداخل الإسرائيلي، وبالتالي بزرعوها بكثرة، وهي بتيجينا على الأغلب تيجينا من هناك. فاهم كيف؟ لكن لا، هي مادة مخدرة وممنوع من التداول، وتترك آثار اجتماعية وآثار صحية لا يحمد عقباها على الأشخاص، وبالتالي قد لا يظهر ذلك في الفترة الأولى والثانية من تعاطيها، أو عفوا من تعاطيها مرة أو مرتين، لكن هي على المستوى البعيد لا لها آثار سلبية، وهذا ما مثبت في الأبحاث الإخبارية. لكن هم بيحاولوا يروجوا لها أنها هي مواد تساعد على التركيز، هذا ترويج لا يكون علني عادة يعني، أو مواد تساعد على أنه ينسى. وأكثر ترويج لها بصراحة يعني إنها هي مساعد على 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 النشوة الجنسية، وأكثر ترويج لها يعني، وأكثر أو مساعدة للطلاب في 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 الحفاظ على معدل تركيز عالي، وهذا كله طبعاً غير صحيح. هي وما يحدث عملياً إنه هذه المواد تفقد إحساس المتعاطيها بالوقت، وبالتالي هو ينفصل عن الواقع، وهذه لحظة الانفصال يتوهم أنه استغرق مثلا فترة طويلة، وأنه قام بالتركيز في موضوع معين، فبعد الانتهاء يكتشف أن الموضوع مر في حجم الطبيعي، وأن الحياة مرت في 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 مسارها الطبيعي دون دون أن يحدث ذلك الحدث الذي كان يتوقع. ومع الاستخدام اليوم عقيد، أسف لمقاطعتك، بس إنه اليوم يعني أنت بتلاقي إنه في رمضان يعني إحنا بنشاهد، إحنا في الشارع، إحنا مش بنروج للفكرة، ولكن إحنا بنشاهد الناس بصيروا عصبيين شوي، بعصبوا يعني على دور الفلافل، بعصبوا على دور الحلو، بعصبوا على دور الشارع وأزمته، بعصبوا الناس وهم نازلين على الشارع أو على وسط البلد، يعني بيتوقعوا في بعض الناس إنه يعني أنت تفتح لهم الشوارع ويمشوا بسرعة 80 ولفوا البلد بدقيقتين ويضلوا رايحين. يا أخي الناس لازم تفهم إنه هي نازلة على وسط البلد، يعني في أزمة، يعني بدك تطور روحك إذا يعني وما يعني، وموضوع يعني طبيعي إنه الواحد يكون في أزمة، وأحيانا بتكون أزمات الأزمات المرورية داخل البلد بدك تتوقعها، يعني مش إشي من هو، ومع ذلك بصير توشات، بصير مشاكل. هذه قصة لن تستطيع الشرطة علاجها بصراحة. صحيح، يعني أنت بتدخل حجم هائل مرة واحدة إلى 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 مركز معين، أو مثلا أبسط الموضوع، إحنا كلنا بدنا نأخذ وجبة إفطار أو بعض من وجبة إفطار من عند محل معين، من مطعم معين، في ساعة معينة اللي هي قبل الإفطار. وقلنا بدنا هذه الوجبة بنفس اللحظة، وكلنا نفكر نفس إنه الموضوع متاح بشكل سهل. عمليا غالبا بكون مش متاح بشكل سهل. غالبا أنت بدك تدخل على دور، وبدك تدخل على أزمة، وبدك تعمل أزمة أو تنتج عنك أزمة دون أن تدري. في علم المرور إذا توقفت مركبة مخالفة للمرور لمدة ثانية واحدة وتبعتها مركبة، فإن سلسلة المركبات التي
تعرقل حركة السير في وقت الذروة تكون سلسلة كبيرة، لكن أنت كشخص أنت لم تغلق الشارع سوى ثانيتين. لكن السلسلة اللي تبعتك بتكون سلسلة كبيرة، وكل ما طالت هذه السلسلة كل ما وقت الانتظار للآخرين اللي خلفك كان أطول، فبالتالي أنت ما بتحس أنك أنت عرقلت حركة السير. يعني بيجي الشرطي بيسألك قل أنا دقيقتين وقفت، دقيقة وقفت، أنت الدقيقة اللي خلقت السلسلة الكاملة اللي خلفك من الانتظار فإلها طريقة حسابية معينة هي في المرور، أنا لا أذكرها يعني، يعني بتترك وقت فراغ كبير عن مثلا بعد السيارة العاشرة وبصير عنده وقت انتظار أكثر منه. فبالتالي إحنا بدنا ننتبه أيضا أثناء قيادتنا لمشاعر الآخرين، وبدنا ننتبه أيضا لاحتياجهم للطريق. طيب بدنا نصيحة منك عقيد أمجد فرحتة المتحدث باسم شرطة نابلس للناس في النصف ساعة الأخيرة من قبل الإفطار. يعني أنا بشوف أمواج من الناس بتصير تتسابق، بتصير كلها بتوصل قبل الأذان مرة واحدة للبيت. يعني واحد من تنتين، يا أنه أنت نازل يا أخي المواطن وعارف أنه ممكن تتأخر شوي، يعني بصحن الحمص وشوية الفلافل اللي معك أو الخبزات أو شوية التمر هندي بدك تتأخر شوي، أو أنه أنت حاول تروح أبدر شوي عشان ما يعني تفوتنا في لخة الحوادث والأزمة وأنت تفوت في الأزمة، يعني اللي مستعجل. أنا بشوف الأزمات اللي زي هيك، أزمات السير في رمضان وفي الأعياد وفي الوقفات بشوفها حلوة، يعني بشوفها يعني حلوة مش سيئة لدرجة إني أعمل طوشة. بشوفها معبرة عن مظهر احتفالي. نعم بشوفها ما بالضبط هيك، عن حيوية البلد، عن إنه البلد فيها حركة بركة، لكن ما تشوفها سودة وإنه والله بدك تقفز يعني سيارتك عن كل السيارات وتمشي وبتعصب على الناس وتسبهم وتلعن امهم على ابوهم. هيك بصير بعض الاحيان، وعشان هيك بتوصل لمرحله انه في ناس بينزلوا من السيارات بصيروا يطخوا على بعض. يا خال ان شاء الله، يعني احنا اليوم احنا في منتصف رمضان ومر النصف الاول من رمضان، الحمد لله رب العالمين، لم تسجل لدينا شجاجرات تذكر، لم تسجل لدينا حوادث فيها وفاء أو إصابات، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يكون الأمر كذلك إلى العيد وما بعد العيد. الفترة الأخيرة فترة حساسة، كل مشاعرنا بتندفع باتجاه السفرة، وإحنا بدنا نسابق الزمن بخمس دقائق قبل الإفطار للوصول إلى أماكن تكنا أو للوصول إلى عائلاتنا، لأطفالنا، لزوجاتنا، وهذا الاندفاع بالتالي قد يفقدنا التركيز والاهتمام في باقي عناصر الطريق. نعم. علينا أن ننتبه أكثر. يعني أنا أقول أن تتأخر دقيقة عن سفرة الإفطار خير أن تتأخر العمر كله عن أبنائك. نعم نعم. وأطفالك الذين ينتظرونك. نعم ربنا يكفينا. وبالتالي هذه النصيحة أنصح الجميع فيها. لو طال فيك الوقت خمس دقائق وعشر دقائق، يعني الجسم يتحمل أكثر من ذلك، لكن علينا أن نروض أنه يجب أن يتحمل أكثر من ذلك. طبعا في ناس عقيد أمجد اللي هم اللي بيفطروا على الحواجز، هدول اللي بيكونوا جايين من المدن وخاصة في منطقة نابلس اللي هي محاصرة في الحواجز، هدول مش عارف ليش، يعني ليش بعصبوش غاد وبعصبو هون. في ناس كتير بفطروا على الحواجز نتيجة حواجز الاحتلال. مع العلم أخي علي، مع العلم نعم، أن الشرطة قبيل الإفطار في نابلس إحنا نفذنا نشاطين أو ثلاث أنشطة بتوزيع تمر وماء في كيس قبيل الإفطار في دقائق من الناس اللي نتوقع أنهم راح يتأخروا على بيوتهم، بس الرسالة إن منا إن شاء الله إفطار صائم، لكن هي الرسالة الأكثر إنه ما تستعجل، هي بيتك معك
وكل بكل شيء في بضع حبات من التمر. نعم. هذه بتمشيك يا سيدي، لا تعصب انت بس وما تستعجل عشان تصل البيت، هذه تمشيك لفترة معينة، ممكن انت تتأخر على الطريق لمدة دقيقتين ثلاث يعني بيقدر عليك وانت مش واصل بيتك. هذه قرورة هذه حبيبات من التمر. بس ومع بعض النصيحة، ومع ذلك كنا نختصر في النصيحة كثيرة، لأنه أيضا كنا نشاهد بأم عيننا أنه يعني الناس بتستعجل بتستعجل بتستعجل. بس احنا كانت الرسالة أنه يعني لا نتمنى أن تصل الأمور إلى أنه تحشر نفسك في الخمس دقائق الأخيرة، لا نتمنى من ذلك، لأنه أنت مش لحالك بتفكر كمان زميلك والآخرين. نعم. بيفكروا بالخمس دقائق الأخيرة. أنت دخلت في أزمة وأنت دون أن تقصد يعني. عقيد أمجد فرحت متحدثا باسم شرطة نابلس، شكرا جزيلا لك على هذه المفادحة أو المصارحة، شكرا لك.